أهلا بيكم في منوعات يوتيوب، والنهاردة هنتكلم عن أهم المعالم السياحية في جمهورية مصر العربية. الأهرامات. يعود تأسيس أهرامات الجيزة إلى عام 2560 قبل الميلاد، وهي تقع في شمال مصر على الجهة الغربية من نهر النيل. احتاج المصريين القدماء إلى أيدي عاملة كثيرة من أجل بناء الأهرامات، لأن فترة بناء الأهرامات لم تكن فترة قصيرة. في اعتقاد بأن العبيد هم من كانوا يعملون في بناء الأهرامات، إلى أن الباحث دونالد ريدفورد، وهو أستاذ دراسات متوسطية قديمة، ذكر أن الفلاحين هم من عملوا في بناء الأهرامات، وكان ذلك مقابل بعض الحوافز كتقديم الطعام والمسكن والملبس لهم مجانا، بالإضافة إلى إعفائهم من الضرائب. يعتبر الحجر الجيري أساس بناء الأهرامات، بالإضافة إلى مواد أخرى كالجرانيت الذي استخدموه في بناء الجدران الداخلية للهرم، والبازلت اللي استخدموه في الأرضيات، واستخدموا العمال أدوات مختلفة في بنائه. كان بيتم نقل الحجارة إلى أماكن بناء الأهرامات من خلال مراكب في النيل، حيث كانت تسحب وتنقل إلى مكان البناء بواسطة دعامات، وهذا ما أكدته أحد المنحوتات الموجودة في مقبرة قديمة، حيث ظهر فيها تجسيد 173 رجلا وهم يسحبون الحجارة بواسطة دعامة رفعت إلى الأعلى بواسطة سلالم مصنوعة من الطوب ومغطاة بالشمع. قد ظهر في إحدى اللوحات الجدارية التي عثر عليها أيضا رجلا يصب الماء أمام المزلاج على الرمل، مما يبين الحيلة التي اتبعها المصريين القدماء في نقل الحجارة الثقيلة لبناء الأهرامات. وكان أول الأهرامات هو هرم خوفو. الذي يعد الملك الثاني من ملوك الأسرة الرابعة، والملك خوفو هو أول ملك يعتبر نفسه إله، وسمى نفسه الإله رع على الأرض. ونلاحظ أن ابنه خفرع وحفيده منقار يبلغ طول ضلع قاعدته 230 متر، أما ارتفاعه فيصل إلى 148 متر، حيث ظل الهرم الأكبر أعلى بناء أتمه الإنسان على الأرض على مدى 3800 عام، حتى تم بناء قمة كاتدرائية لينكولن بارتفاع 160 متر في عام 1300 بعد الميلاد. عدد الحجارة التي تم استخدامها في بناء هرم خوفو بلغ أكثر من 2,300,000 حجر. وزن الحجر الواحد ما بين 2500 إلى 15 كيلوغرام، كما تقدر كتلة الهرم بنحو 5,900,000 طن. الهرم الأكبر كان مغلفا بطبقة ملساء من الحجر الجيري الأبيض، أما اليوم فكل ما يظهر أدى إلى انهيار الطبقة الملساء التي كانت تغطي الهرم. ليتم بعدها استخدام تلك الحجارة المنهارة في بناء التحصينات والمساجد في مدينة القاهرة، ويمكن رؤية تلك الحجارة حتى اليوم في إنشاءات مختلفة في مدينة القاهرة. وعلى الرغم من ذلك فقد تبقى القليل من حجارة الغلاف على الهرم في بعض الأجزاء السفلية حول قاعدة الهرم. Thank you.
تبلغ أبعاد حجرة الملك 10.5 متر من الشرق إلى الغرب، و5.25 متر من الشمال للجنوب، ولها سقف مسطح على ارتفاع 6 متر. في الأعلى توجد فتحتان ضيقتان على ارتفاع أقل من 1.91 متر، أحدهما في الحائط الشمالي والأخرى في الحائط الجنوبي للحجرة. هذه الفتحات تصل بنفقين ضيقين يصلان إلى سطح الهرم. الغرض من هذه الأنفاق غير واضح حتى الآن. الاعتقاد الأكثر شيوعا بأن هذه الأنفاق الصغيرة صنعت لتوجيه روح الملك إلى الجنة. الملك خفرع هو أحد أبناء الفرعون خوفو الأصغر سنا، والذي عاش وزع صيته خلال القرن 26 قبل الميلاد، كما إنه الملك الرابع من الأسرة الرابعة، وقد حكم مصر في الفترة ما بين سنة 2532 إلى 2558 قبل الميلاد، وحكم مصر 26 سنة، وهو الذي بنى الهرم الثاني من أهرامات الجيزة. وعلى الرغم من أن معظم أقارب الملك خفرع دفنوا في مقابر رخيصة إلى حد ما، على سبيل المثال بنى أخوه قبره في منطقة أبو رواش، إلى أن خفرع لم يرضى بأن يدفن في مقبرة غير مميزة، فانتقل إلى الجيزة وبنى لنفسه قبرا بجوار قبر أبيه، وهو هرم خفرع أحد أهرامات الجيزة الثلاثة. يقع هرم خفرع جنوب غرب هرم أبيه خوفو، وهو هرم مماثل لهرم خوفو، إلى أنه أصغر منه بفارق بسيط جدا يكاد لا يلاحظ بالعين المجردة، إذ يبلغ ارتفاعه 132 متر و70 سنتي، أما ضلعه فيبلغ طوله 214.5 متر، وزاوية انحدار هي 53 درجة. وبالرغم من أنه أصغر حجما من هرم خوفو وأقل ارتفاعا منه، إلا أنه يظهر من بعيد أعلى من هرم خوفو، نظرا لكونه بني على أرض مرتفعة أعلى من ارتفاع هرم أبيه. يمكن الدخول إلى حجرة الملك خفرع عن طريق مدخله الواقع على الجهة البحرية على ارتفاع 11 متر عن مستوى سطح الأرض، ومن المدخل يمكن الوصول إلى ممر طويل في نهايته غرفة فيها تابوت مبني من الجرانيت، والذي يعتقد بأن الفرعون خفرع دفن فيه. كما تغطي الجزء الأعلى من الهرم طبقة من الحجر الجيري، أما الجزء الأسفل من الهرم فتغطيه طبقة من الجرانيت، وما زال يحتفظ بجزء من كسوته الخارجية عند القمة حتى الآن. الهرم الثالث هرم منقرع هو ابن الملك خفرع وحفيد الملك خوفو،
واللي حكم مصر ما بين عام 2503 إلى 2532 قبل الميلاد، حكم مصر 29 سنة. قام الملك منقرع ببناء ثالث أهرامات هضبة الجيزة، ويعد هرم منقرع أصغر الأهرامات الثلاثة في الجيزة، وقد تم بناؤه ليكون مقبرة لأسرة الملك منقرع. ويقع الهرم على بعد مئات الأمتار جنوب غرب هرم خوفو وخفرع، حيث يعتقد أنه اكتمل بناؤه في القرن السادس والعشرين قبل الميلاد، كما يبلغ ارتفاعه 61 متر، كما أن طول كل ضلع من أضلاعه 108.5 متر. تم بناؤه من الحجر الجيري والجرانيت، ولكن منقرع اختار أن يبني الجزء الأسفل من الهرم من الجرانيت، واللي كانوا بيجيبوه من أسوان عن طريق نهر النيل. وفي نهاية القرن الثاني عشر حاول الملك العزيز عثمان بن يوسف بهدم الأهرامات، وبدأ بهدم منقرع، وبقى عماله 8 أشهر بيحاولوا يهدموا هرم منقرع، إلا أنهم وجدوا من الصعب تدميره، ولكن نجحوا فقط بإلحاق الضرر بهرم منقرع من خلال ترك شرخ عمودي كبير في الجانب الشمالي من الهرم. اكتشف ريتشارد فايس في عام 1837 في الجزء العلوي من الغرفة الموجودة في داخل الهرم بقايا تابوت خشبي منقوش عليه اسم الملك منقرع، وقد كان يحتوي التابوت على عظام بشرية. ثم قاموا بإجراء تجربة الكربون المشع لمعرفة عمره، وقد قدر عمره بأقل من 2000 عام. وعثر ريتشارد أيضا في عمق هرم منقرع على تابوت من البازلت، وكان يحتوي على عظام امرأة شابة. وفي طريق نقل التابوت إلى بريطانيا سقط في قاع البحر الأبيض المتوسط عام 1838، وبقى فقط غطاء التابوت، ولكن تم نقله بنجاح وهو موجود الآن في المتحف البريطاني. قد تم بناء هرم منقرع من الحجر الجيري والجرانيت، حيث كان أغلب الجزء الخارجي من الهرم مصنوع من الجرانيت الأحمر، كما تم تغليف الجزء العلوي بطريقة عادية بحجر الكلس، واللي كانوا بيجيبوه من منطقة ثورة. ويوجد جنوب الهرم ثلاث من الأهرامات الصغيرة، والتي تعود إلى زوجات الملك خوفو. أما في الوقت الحالي وحسب القوانين المصرية، يوجد قانون يمنع الصعود أعلى قمة الأهرامات، ولكن أحيانا بيتم اختراق القوانين من بعض الأشخاص.